كل شويه غلي البنزين، ده الواحد محتاج يحوش عشان يولع في نفسه. كل اللي عليك يا مهندس طارق، زود البنزين ما تقلقش. البنزين حصل فيه زيادة، وزيادة هتكون كالتالي: بنزين 95 بقى 15 جنيه للتر، وبنزين 92 13.75 قرش للتر، وبنزين 80 وصل 12.25 قرش للتر، والسولار ب 11.50 قرش للتر. يا اي حد يخش على جوجل ويشوف لتر السولار او لتر البنزين 95 و92 و80 بكام بره. طيب انا بقالي 3 ساعات بقول له فين الجلابيه الزيتي، بيكتب لي لا توجد معلومات، مش فاهم ايه بقى الموضوع. ارخص دوله فيها اسعار للنفط واسعار للجاز اسعار للبنزين هي مصر، رغم اللي احنا غليناها شويه جنيه او 2 جنيه، لكن بقول لسه الدوله بتدعمها بحوالي اكتر من 120 مليار جنيه سنويا. طب بص كده من غير ما حد يهرش، اكتب له هنا لقينا الجلابيه. النهارده اعلنت الحكومه عن الشريحه الثالثه في رفع اسعار الوقود والمحروقات. والله ما كناش نعرف ده. ايه ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ مش هنقعد نطنطن ونقول اي كلام، الرئيس نفسه حاسس برفع الاسعار وقال الكلام ده اكتر من مره. الناس تعبانه والناس مخنوقه، وبتمنى بالفعل ان الايام الجايه يكون في اجراءات خفيف قوي وظريف قوي قوي. قررت الدوله خلاص مفيش دعم هنا في المغرب، فوصل ارتفع سعر لتر الوقود او البنزين اللي كان ب6 دراهم الى 9. دي اول طلعه. ياد بطل التطبيق ده، انت شغال في جريده معارضه. طب النهارده بكام؟ اللي كان ب9 من سنه، النهارده بكام حضرتك؟ النهارده ب 13 درهم، لتر البنزين النهارده في المغرب ب 13 درهم. هو احنا العرض بره، لكن جوه نطبل ونهيص، ما تخلينا نفرح شويه. البنزين سيتم رفع اسعار الوقود قبل يوم 29 عشان صندوق النقد الدولي يتعطف علينا ويدينا 820. يعني انتوا متفاجئين ليه يا جماعه؟ ده الحكايه كده. لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الزيادات اللي حصلت في الوقود في مصر حتى في ظل الجائحه بنتكلم في حوالي 9.7%. دي الزيادات اللي حصلت مع بالرغم من الارتفاع الكبير جدا في اسعار الوقود. طب الوقود عالميا زاد قد ايه؟ 54%. ماذا اقول واي شيء يقال بعد كل ما قيل. لا حديث في أم الدنيا إلا عن زيادة أسعار المحروقات، كأننا كده الحمد لله ربنا خلصنا من حكومة تخفيف الأحمال، فلبسنا دلوقتي في حكومة تحريك الأسعار. النهارده في ضوء القرار الأخير اللي صدر بتحريك أسعار الوقود من البنزين والسولار، وجه السيد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم بعقد لجنة المواقف لوضع أسعار تعريفة جديدة لرسوم سيارات الركوب. قولوا وراي، البلد داخلة على مصيبة سود. لازم نشوف مصادر بديلة، مش كل حاجة يقولها صندوق النقد نوافق عليها. صحيح انه مسكنا من الدراع اللي بتوجعنا، لكن الصندوق لازم يعرف ان جيوب الغلابة والطبقة المتوسطة مفيش. قول يا خالة سنية، البلد داخلة على مصيبة سود. ايوه واحد قريب عايز اجيبه يشتغل معايا هنا. بيفهم في البيع والشراء؟ لا. مش عارف اعلم. بيفهم ازاي عامل الناس كويس؟ لا. مش عارف اعالج. مش عارف اشغل. بيعرف يخزن البضايع؟ لا. مش عارف اسكن. ده لقطة ده هات عشان نكمل مجموعة التخلف اللي احنا فيه. عرفت مكان الغاز بتاعك فين؟ مكان البترول بتاعك فين؟ مكان الذهب بتاعك فين؟ قولي يا خالة سنية، البلد داخلة على مصيبة سود. وعارفين هنطلعه ازاي؟ كيف تصل إلى الكنز خلال 30 سنة؟ نعم هنقعد 30 سنة. مش عارف والله. يا عم نعمل علينا السنة دي وربنا يكرم بعد كده. وعارفين هنطلعه ازاي؟ ارمي السنة 20. السنة العشرين؟ اه. مصر هتبقى فوضى تاني 2020. تعملش عبيط يا روح امك من الاول. ايه الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. مكتوب كده اهو. اقرا ال 22. ال 22 برضه مصمم على الهبل انت وصاحبك؟ بالملايين. احنا برضه غلطانين، مكتوب تمهيد يعني كل ده ملوش لازمة اهو. قررت الوزارة تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون كالتالي: بنزين 95 15 جنيه للتر. مرحبا بك بعد 30 سنة، شوف عنده في لفة ورقة أهو. أما بنزين 92 ف 13 جنيه و75 قرش للتر. كي تصل إلى الكنز انظر إلى شيء جميل. مش عارف والله. يا ابنها يتشكلك وانت شبه الوزة المسلوقة كده.
السنة مش داخلة معانا علينا برجلها اليمين أبدا. سؤال، في سؤال. إيه سؤال؟ أكمل. اتنين مالهمش أمان، الفرامل والنسوان. هي داخلة علينا برجلها الشمال. إيه ده صح؟ معروفة. هو الكاتب دي سواق توك توك ولا ايه؟ عارف يا ابن اللعيبه. بنزين 80 12 جنيه و25 قرش لللتر. مبروك كسبت طبله مقدمه من الشركه الراعيه، خدت ثلاجه الكولا. طبله خمس ترغيفه للانسان يعني مش كده؟ يا سلام. قول لن يمس ولن يمس. اترك على الطبله وهي ساخنه. قولها على الملاكز. يا سلام. قول جه الوقت ان رغيف العيش ابو خمسه ساخده يزيد ثمنه. يجب ان ترقص على الطبله باستمتاع. لا هنهزق نفسنا. اعلم بالملايين. قول يا خاله سنين، البلد داخله على مصيبه سودة. هنهزق نفسنا عشان كنز. ما انا اروح شارع الهرم هكسب اكتر من كده. ان احنا عارفين دلوقتي خريطتنا في باطن الارض. طب راسه خفيفه نضحك بقى على الخريطه. ماشي. عارف اللي بتتكلم تقول مرجان يا قوت مش عارف ايه. اديني 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 الاحساس. طب يلا اهو خش. الطبله هي الاساس. ايوه مش عارف ايه. اديني اديني يلا يا دخلة. مش عارف والله بدور ازاي اهزق نفسي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكة 3 سنوات. امسك. ايه ده؟ هذا مبلغ من المال. قعدوا 3 سنين لدرجة ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. مبلغ ايه دي؟ ورق شجر. حمار، نحن في الصين نعتبرها ب100,000 إيوان. ورق الشجر. إيوان ينطق إيوان بمعنى أنها تساوي بيت من ومطرعة. 100,000 إيوان؟ إحنا معنا إيوانات كتير قوي هنا على كده. يا لهوي يا جماعة، أسعار الكهرباء نار النار. اتلهيت وخليك في النار. هل النظام بيتعمد يدخلنا في الأزمات دي ويوصل بينا للأوضاع الصعبة اللي إحنا بنعيشها؟ اسمك سكسوك وعايز تفهم يا ابن الكئيبة؟ يا بوش مشدود على قلب جشم. يا عم انت، هي عزبة يعني؟ يقعد صوتك، احنا في عزبة خطر. هو سوبر ماركت يعني؟ دي مصر يا جماعة، نركز مع بعضينا. احنا في عزبة خطرة، احنا في بلد، احنا مش في سوبر ماركت. قلت حاجة، لازم يبقى عندنا ذكاء ودهاء سرعة بديهة. احنا مش قاعدين في محل بقالة شغالين، دي دولة. استمرارية وروح معنوية وباتنين جنيه لانشون ورغفين فين. هو سوبر ماركت يعني؟ دي مصر يا جماعة، دي مصر يا جماعة. مال يا بنت في زهرة الزهرة. أما سولار هو 11 جنيه و50 قرش لللتر. قول يا خلا صفاء، البلد داخلة على مصيبة سود. أنا لقيت الناس يعني إيه؟ كلام في ثانية لثانية. يعني مستغرب إزاي أنت بتقول حق لظهر وحق لنا الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت أنت هتجيبه غاز من حتة تانية. دوروا يا شوكولانا على التلاجة وافتح له السائح. لا 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 لا، انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. صفايش. ما تعرفونيش صحيح. انا مجنون. الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. انا طول الله في بنسيم. انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس. انا اللي يقول عليا حرامي اضيعه. ادي باكيته و20 جنيه وشريط ترامادول. انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقول ان انا ناسي. لا 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 لا، انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. تحسين الشبراوي مدير عام بيت الرعب. ما تعرفونيش صحيح. انت نادي يا اخي. واعلن الرئيس اليوم بانه باللغه التي يفهمها الشعب المصري، اللغه العاميه المصريه، احنا جبنا جون. وادي بيشوط كره طويله حلوه، طويله وكافره، انما تخبط وتطلع الكره على طول بره. خلي بالك مباراه عشوائيه منظمه. واحد يقول لي يعني ايه؟ ارد عليه واقول له عليا انها ما عارف. لا احنا جبنا جون، لا احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده. بوابه جون. يا سلام، جول جميل 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 يا راجل، الحلاوه دي. وبيسجدوا بيسجدوا ليه بقى؟ لان جابوا جون كفته، فعايزين الكفته تزيد ما شاء الله. وزاره البترول احرزت هدفا والبركه في المدرب اللي هو الرئيس. طيب تلقى احبتي في الله، كان معكم معلقكم ابي جحشه من استاد ابي لهب. ارتفاع اسعار البنزين والسولار بدايه من اليوم، فالى اين وصلت اسعارهما واسعار انبوبه البوتاجاز واجره المواصلات ايضا بعد هذه الزياده، وما عقوبه السائقين المخالفين لهذه التعريفه الجديده؟ اكد رئيس مجلس الوزراء ان الدوله بامكاناتها تحاول التخفيف من
عبء زيادة ارتفاع الأسعار. منسي ده كذاب وبطنه فاضية وبتعشى كوسة ناي. الدولة المصرية بتحاول بقدر إمكانياتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية إن احنا نخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن المصري. يلا يا راجل كذب بقى في وشك، ده كذاب كذب الإبل. ماذا سيحدث في سعر رغيف الخبز بعد إعلان الحكومة اليوم ارتفاع أسعار السولار؟ حاسس إن داخلين على أيام سود. جه الوقت إن رغيف العيش أبو خمسة سغدة يزيد تمن. هو بس يا مرسي ما شوف الراجل ده، هو بس صلح. خلينا نسمع الأخ سكرتير خالد فكري سكرتير شعبة المخابز وهو بيبشركم بهذه البشرة. تمام، لأن حضرتك أنت عارف النهارده زي ما ذكر من شوية الأخ سامح التوصيل السلع كلها بتيجي بالسولار، والسولار لما زاد طبعا كله بيتحرك بعديها، العمالة بنزين زاد عليهم في الأجرة والمواصلات، وكل مستلزمات الإنتاج كلها بتنقل بالسولار من خلال السولار، والحاجات دي كلها طبعا سعرها مرتفع، فبالتالي كل المنتج هيبقى مرتفع بالنسبة للأسعار. عايز يواكب الوقت اللي هو فيه. منذ قليل علمت أن بعض وسائل المواصلات في مصر رفعت الأسعار فوراً 20%، هذا هو الانعكاس الذي نترقبه، يعني رفع أسعار السولار 15%، رفع أسعار بعض المواصلات 20%. قول يا عم صالح، البلد داخلة على مصيبة سودة. احنا شعب مش لاقي ياكل، انا راجل عندي 54 سنة بدور على معاش بعجل عليه مش عارف اجيبه، اذا وضلنا البنزين واذا وضلنا العيش ولا لاقيين ياكل ولا لاقيين ياكل ولا لاقيين ياكل. مهندس طارق زود البنزين ما تقلقش. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده عشان الاجره غلت نص جنيه، فيسبوك مسك فينا والزبائن كلها بتضربنا ان في الاجره غلت، وطبعا الشعب غصب عنه هيعمل ايه. طبعا وزي ما قلنا قبل كده ان مصر التزمت مع صندوق النقد ببرنامج اصلاح اقتصادي، وبناء عليه صندوق وافق على صرف القرض على مراحل لضمان تنفيذ كل الاتفاقيه، وكان اهم الشروط دي تحرير سعر الجنيه المصري وتقليل وقف الدعم البنكي لمشروعات معينه وتخرج الحكومه من الشركات ومنح القطاع الخاص فرصه اكبر للمنافسه، وده غير تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وبيع الشركات. احنا خلصنا الموضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا هنبيع الصفقة كلها لوكشة واحد، يعني لط واحد. انت جابتك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ واللط عبارة عن كل ما هو عام من ثروات البلد. يعني ايه كده ببساطة؟ ان الصندوق راجل عام بكده، في شريحة ثالثة هتيجي لحضرتك ب 820 مليون دولار تقريبا، الله اعلم بس هي حاجة كده. طيب انت عايز الشريحة الثالثة؟ حضرتك وانت جاي كده ارفع اسعار الكهرباء، ارفع اسعار السولار والبنزين، وبالمناسبة اوعى تنسى الجنيه نزله شوية قبل ما تجيني، ده الهوم وورك بتاعك. حاضر 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 حاضر. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك يعني. هتيجي عامل الحاجات دي هقعد معاك واديك ال 800 مليون دولار. مش هتيجي مش هتعمل الهوم وورك ده ما تجينيش ولا ترمي وشك. حاضر حاضر. ولا حد يقول لي سعر الذهب بكام ولا الجرام بكام. ألف رحمة ونور عليك. ألف رحمة ونور عليك أخويا. كلمني أنا قاعد فين؟ بسلم لي على المكسيكي.